رسميا ظهر الحق وزهق الباطل. محكمة التحكيم الرياضي تعلنها، وهذه التفاصيل. مرحبا، معكم بالبيس باسل شيك. شرطكم بخير جماعة، بصحة بسلامة. دعونا نذكر بالضغط على زر لايك، لأننا ما سوف نقوله الآن خبر مفرح للغاية. ظهر الحق وزهق الباطل، فما هي آخر التفاصيل؟ يرجى الضغط على زر لايك. وقبل كل شيء دعونا نبتدئ بتقرير على غير العادة، سبحان مغير الأحوال. قناة الجزيرة القطرية تتغنى بأسود الأطلس. تقرير أكثر من رائع أخرجته قناة الجزيرة القطرية عن أسود الأطلس، مسلطة الضوء إلى مشوار الأسود داخل كأس أمم أفريقيا، وأكدت أن الأسود بمشوارهم يريدون تحقيق لقب الكان. وأيضا قناة الجزيرة القطرية سلطت الضوء على عروس الشمال طنجة، فبعد أن هنأت أسود الأطلس سلطت الضوء ببرنامج وثائقي على التراث المغربي تحت عنوان مقهى الحافة التاريخي يتربع على الواجهة البحرية لمدينة طنجة المغربية، ونشرت هذه الصور. وعبرت القناة القطرية عن إعجابها بالطبيعة المغربية وأيضا العادات والتقاليد المغربية، وتغنت بكوب الشاي المغربي بمذاق النعناع. وكتب أحد النشطاء المغاربة على هذا الروبورتاج: ما القصة؟ بادرة جميلة من قناة الجزيرة القطرية تهنئ أسود الأطلس وأيضا تتغنى بالتراث المغربي. وللإشارة، قناة الجزيرة القطرية أيضا سبق لها أن بثت مشاهد من التراث المغربي الأصيل والثقافة الأمازيغية والزخرفة الضاربة بعمق التاريخ المغربي والزليج المغربي، بالإضافة للصحاري المغربية، مبرزة بأن المغرب بلد من البلدان العربية التي تزخر بالتنوع الثقافي الممزوج بين الحضارة الإسلامية العربية الأمازيغية. ومن هذا التقرير الجميل الذي بثته القناة القطرية الجزيرة، ننتقل إلى تقرير أجمل بثته قناة سعودية. فرقة عبيدات الرمى تلهب مهرجان قمم الدولي للفنون بالمملكة السعودية. يعتبر التراث المغربي تراث عريق وأصيل يعود إلى آلاف السنين، خصوصا وأن الثقافة المغربية ذات تاريخ بعيد وطويل يمتد لقرون، ما يعكس عراقة الفن المغربي الأصيل ككل وينم عن أصالة الشعب المغربي. رصدت القناة السعودية التي هي العربية، رصدت هذه العراقة المتجذرة بالمغرب، وتم تسليط الضوء على فرقة عبيدات الرمى. وأكدت قناة العربية السعودية أن عبيدات الرمى تراث من التراث المغربي الأصيل. وما أجمل أن نرى قنوات حول العالم تتغنى بالتراث المغربي. شكرا لقناة العربية السعودية، وأيضا شكرا للسعودية على القرار الذي اتخذه الديوان الملكي السعودي، وللعهد السعودي يصدر أمرا ملزما باعتماد خارطة المملكة المغربية كاملة بجميع القرارات والوثائق الرسمية. لا بتر لخريطة الصحراء بعد اليوم. أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قرار وأمر ملزم باعتماد خريطة المملكة كاملة بجميع القرارات والوثائق الرسمية الصادرة عن المملكة السعودية. ونشر الديوان الملكي السعودي نص الأمر الصادر عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، موجها لكافة الإدارات العمومية بالمملكة، كما توصلت به كافة الكليات التعليمية بالمملكة العربية السعودية بإشراف من الهيئات الحكومية السعودية. تحية كبيرة للعلاقات المغربية السعودية. ومن السعودية دعونا ننتقل إلى قناة إيفوارية. قناة إيفوارية تحتفل بفوز الأسود. أجمل ما فعلته الإيفوار
الإيفوار ترد الجميل للمغرب بعد أن حمل الأسود الفيلة معهم للترشيح. هذه القناة الإيفوارية التي نراها هي خطوة سابقة من نوعها، أقدمت عليها على الاحتفال بفوز المنتخب المغربي على نظيره الزامبي بمنافسات كأس أمم أفريقيا بطريقة وصفت بالجنونية، لا سيما وأن نتيجة اللقاء ساهمت بتأهل المنتخب الإيفواري لدور سمن النهائي الكان. مقدم أحد البرامج بالقناة الإيفوارية كما نراه اختار الظهور بالزي المغربي على المشاهدين واحتفل بطريقته الخاصة بالفوز من خلال رقصة على أنغام إحدى الأغاني مرددا عبارة حكيمي حكيمي عاش المغرب عاش المغرب. وتفاعل الحضور مع طريقة احتفال مقدم البرنامج معتبرين عن تشجيعهم ودعمهم للعناصر الوطنية، حيث بدت من خلال الفيديو فرحتهم الكبيرة، وهذا ما يؤكد أن الفرحة كبيرة داخل الإيفوار. وبما أننا قلنا أن الفرحة كبيرة داخل الإيفوار والمغرب هو وجه السعد، المنتخب التونسي يريد الاستنجاد بمدرب مغربي رشيد الطوسي يتلقى عرضا لتدريب منتخب تونس. تلقى رشيد الطوسي المدرب المغربي السابق للمنتخب الوطني المغربي والعديد من الأندية الوطنية والعربية عرضا رسميا من الاتحاد التونسي لكرة القدم لتدريب المنتخب التونسي خلفا للمدرب جلال القادري الذي قدم استقالته بعد أقصاء تونس. حسب قناة تيلي سبورت فقد تلقى الطوسي اتصال هاتفي من مسؤول بارز بالاتحاد التونسي دعاه للسفر إلى تونس العاصمة نهاية الأسبوع الجاري رفقة وكيل أعماله من أجل فتح باب المفاوضات. أوضحت القناة أن الطوسي أبدأ استعداد كبير لقيادة المنتخب التونسي، وعلى هذا إذن المنتخب التونسي يستنجد بمدرب مغربي. وفي حال تعاقد رشيد الطوسي مع الاتحاد التونسي فسيكون مجبر على قيادة نسور قرطاج للتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بأمريكا سنة 2026 وقبلها انتزاع بطاقة التأهل إلى منافسات كأس أمم أفريقيا المزمع تنظيمها بالمملكة المغربية. يشار إلى أن رشيد الطوسي سبق له أن أشرف على تدريب العديد من الأندية الوطنية والعربية الكبيرة من بينها الوداد الرياضي، الجيش الملكي، الرجاء الرياضي، المغرب الفاسي، الفتح الرباطي، نهضة بركان، النادي القنيطري، أولمبيك خريبكة، شباب بلوزداد، ووفاق سطيف الجزائري. إذن تونس تريد الاستنجاد بمدرب مغربي. ومن تونس إلى الجزائر، نحن نعلم أنه تمت إقالة بالماضي لكن طريقة إعلان الإقالة كانت طريقة مزلة. الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن عن إقالة بالماضي تخيلوا بتغريدة على تويتر، وهذا ما أغضب محللين منهم تونسي. صحفي تونسي قال إعلان فك الارتباط بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي هو إهانة لبالماضي، وقال للفاف عيب عليكم. تحدث الإعلامي التونسي فتحي المولودي على شبكة قنوات بين سبورت عن نهاية مسيرة بالماضي وقال من المعيب على الاتحادية الجزائرية أن تعلن عن إقالة بالماضي بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال المحلل التونسي له فضل على منتخب الجزائر، وأضاف ما فعله وليد صادي عندما أعلن عن إقالة بالماضي عبر التغريدة على حسابه على تويتر يعتبر أمر مهين على الساحة الكروية. مع العلم تصرفات الاتحاد الجزائري لكرة القدم تجعل المدربين يرفضون تعويض بالماضي. على سبيل المثال هيرفي رونار رفض، زيدان أيضا رفض. زيدان تلقى الدعوة لتدريب المنتخب الجزائري لكنه لم يجيب على هذه الدعوة. وجه الصحفي الجزائري فرانكو نبيل جليط من خلال منشور على حسابه الخاص
دعوة مباشرة لمدرب نادي ريال مدريد السابق زين الدين زيدان من أجل تدريب المنتخب الجزائري، وذكر المتحدث الجزائري أنه اختار زيدان بنهاية مسيرته الكروية ما أسماها بزيارة عاطفية لبلده الجزائر مسقط رأس والديه، أي أعاد الاتصال بالجزيرة الجزائرية على حد منشور صحفي جزائري. الجزائر تريد الاستنجاد بزيدان، لكن زيدان رفض العرض. ورغم رفض زيدان العرض أكد المحلل الجزائري الرياضي أنه يرى أن زيدان هو أنسب مدرب يعود بالماضي. إذن المنتخب الجزائري يوم دون مدرب ولا أحد يقبل بتدريب المنتخب، لهذا بدأ الحديث عن مدرب محلي. مدرب محلي يعني رغبته بتدريب الجزائر، فمن هو؟ كشف المدرب المحلي نور الدين زكري أنه سيعرض من خلال وكيله خدماته على الفاف من أجل تدريب المنتخب الجزائري، وأبرز هذا المدرب أنه سيضع ملفه بخدمة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وبحال قبولهم فهو جاهز على الفور. مع الإشارة وليد صادي سبق له أن أكد أنه يريد مدرب أجنبي، أي ليس محلي ليس جزائري. إذن عدنا لنقطة البداية، ولا يوجد مدرب للمنتخب الجزائري. بعيدا عن قصة المدرب دعونا ننتقل لما قاله رياض محرز. رياض محرز بالبكاء يقول نحن لسنا البرازيل نحن الجزائر. رياض محرز يحاول تبرير الهزيمة، وأبدى قائد المنتخب الجزائري عدم استعداده للحديث عن مستقبل الدولي وذلك بعد الإقصاء. وقال محرز بتصريحات له أول وصوله للجزائر نتحمل كامل المسؤولية، وهذه هي كرة القدم، أحيانا تفوز وأحيانا ننهزم، وحاليا نشعر بحزن كبير من أجل الشعب الجزائري ولكن ليس من أجل الصحافة، لأنه وللأسف نشعر أن الصحفيين ضدنا. نحن وحدنا من كنا نعاني من الضغط الإعلامي، علما أننا لسنا البرازيل نحن الجزائر. وتصريح رياض محرز شكل غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه وكأنه يقول نحن الجزائر الضعيفة. وليس هذا فقط، زاد محرز بالقول الضغط الإعلامي ليس عذر، لأننا نحن من نلعب على أرض الملعب، ولكن الأمر ليس سهل على اللاعبين الشباب حيث دائما تطالبون بتغيير لاعبين. رياض محرز اعتذر للشعب الجزائري وقال نحن لسنا البرازيل. وهنا يطرح سؤال، لماذا رياض محرز يخرج بهذا التصريح المثير للجدل؟ الجواب، الإعلام الجزائري ما زال يتباكى وينقد اللاعبين والمدرب، على رأسهم الدراجي الذي يتهجم على بالماضي من جديد ويقول بثقته المفرطة ممزوجة بالغرور بالماضي أعاد الخطر إلى ما قبل 2019، هذا ما قاله الدراجي. وصف الدراجي بالماضي بالمغرور بالمتكبر بالعنيد بالفاشل بالذي أعاد الخطر إلى ما قبل 2019 إلى أيام الفشل. وأكد الدراجي أن ما حدث مع الخضر سببه الثقة المفرطة التي وضعناها بالماضي، ناهيك عن شخصية بالماضي المغرورة واستصغاره للمنتخبات، حيث أكد الدراجي أن بالماضي كان سبب بإطاحة 4 رؤساء اتحادات دفعوا ثمن الدعم الرسمي والشعبي الذي كان يحظى به بالماضي. وأكد الدراجي حتى وليد صادي اليوم بورطة كبيرة لأنه يريد تعيين خليفة لبالماضي. وعلى ما يبدو ما زال البكاء مستمر داخل الإعلام الجزائري. الآن بعيدا عن هذا البكاء والهرطقات التي تأتي من هنا وهناك، دعونا ننتقل إلى الركراكي. ما هي آخر التطورات؟ أولا، نحن نعلم أن لقجع قدم استئناف على قرار العقوبة الذي صدر من الكاف. هذا القرار الذي أكد عن إقصاء الركراكي ل4 مباريات، 2 منها قيد التنفيذ. بعد ذلك أتت تقارير تتحدث إلى تخفيض عقوبة الركراكي من 4 مباريات إلى 1 مباراة التي ذهبت
أي مباراة المغرب وزامبيا. إذا سوف يكون متواجد أمام جنوب أفريقيا. ويأتي هذا التطور بعد أن قررت الجامعة الملكية لكرة القدم استئناف قرار اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الصادر بحق الركرك. والسؤال الذي يطرح الآن، هل الموضوع انتهى عند هذا الحد؟ الجواب لا، لأن استئناف لقجع لقرار الكاف در عليه عدة أمور أخرى مثيرة للجدل. أولها، لماذا لم تتم معاقبة لاعب الكونغو الديمقراطية بيمبا؟ لماذا لم يتم إيقافه؟ أليس هو من اقترب واعتدى على الركراكي؟ أليس هو أيضا من رفض السلام على الركراكي؟ إذن هناك أمر ما مثير للجدل، أين ذهبت عقوبة بيمبا؟ لهذا دخلت محكمة التحكيم الرياضي على الخط، وسوف يتم الآن البحث من جديد والتحقيق من جديد عبر التقارير والفيديوهات والصور التي تملكها الكاف حول الواقعة الشجار الذي وقع بين الركراكي ومبيمبا، وسوف يتم إعلان قرار واضح وصريح حول ما حدث بالتفصيل. إذن نستطيع أن نعلن الآن أن محكمة التحكيم الرياضي تريد فتح تحقيق آخر أكثر واقعية، تحقيق نزيه ينصف وليد الركراكي. ومن هنا نتأكد أن التبريء وليد الركراكي أصبح أمر حتمي، لأن مبيمبا هو من ارتكب هذه المشاجرة والحق يقع عليه، أي هو الذي سبب هذه المشاجرة كلها. ويأتي هذا التطور الجديد أولا بعد استئناف لقجع القرار، ثانيا بعد الأصوات العديدة التي أتت للكاف تطالب بإعادة التحقيق وتطالب أيضا بتبرئة الركراكي وإصدار قرارات تنصف الحقيقة. ومن هنا نستطيع أن نقول ظهر الحق وزهق الباطل. أولا وليد الركراكي خفضت عقوبته ولن يتم معاقبته سوى بالمباراة التي ذهبت المغرب وزامبيا. ثانيا الآن نطالب بإعادة اعتبار ما حدث مع الركراكي، والحق لابد أن ينتصر. ثالثا فرض عقوبة على مبيمبا الذي كان هو المسبب الرئيسي وهرب من العقوبات، فكيف لهذا أن يحدث؟ وهذا ما يؤكد تورط الأسماء التي صوتت على عقوبة الركراكي بهذا الشكل، برأسهم جنوب أفريقيا التي أثارت الجدل بعد أن دعمت وكانت أولى الداعمين بقرار العقوبة على الركراكي وفرض مبالغ مالية ضخمة على الجامعة الملكية. ليس عنا أن نقول إلا كلنا وليد الركراكي، والحق لابد أن ينتصر. ونقول للمنتخب المغربي سير سير سير، 40 مليون مغربي وراءكم. حفظ الله المملكة المغربية من نجاح إلى نجاح، من انتصار إلى انتصار. كل الحب وقت سلام. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.